بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين. بخريستوس افطنف خريستوس انستي افطنف في الاول، يعني في القبط كمان فيها جمال في التعبير، فيها قوة شوية. نقول أف طنف، الفعل اللي هو طن، الألفة اللي في الأول بتشير للماضي، وبعدين فاي تشير للفعل، طنف الفاي اللي في الآخر للمفعول به، فالفعل هو المفعول به، يعني أقام أو قام بذاته أو أقام نفسه يعني، فبتبقى معبرة أجمل يعني. كل سنة وأنتم طيبين. عيد القيامة وفترة الخمسين فترة بهجة، وطبعا الفداء اللي تم هو بيبقى غاية التجسد. حتى المواضيع اللي بنتكلم فيها دهيت الخاصة بالتجسد بنهتم بيها، لأن لما بنمشي معاها خطوة بخطوة نوصل بقى لمرحلة الصليب، فبيبقى لها بقى تأثير في الفهم. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند القديس تيموساوس وموقفه من الأوطاخية، وعرفنا أن من ضمن تفنيد مجمع خلقدونيا أو الخلقدونيين أن هم قالوا أن هم بيواجهوا الهرطقات، فقال لهم أنتوا كنتوا سبب في انتشار البدع والهرطقات. ليه؟ لما بيحصل ادعاءات كاذبة على الآباء العظام ومعلمي الكنيسة، يقولوا ده أبو ليناري ده بينكر التجسد أو النسوت بالكذب والادعاء، فبطريقة غير مباشرة بيخلوا الناس البسطاء اللي بتعتمد في إيمانها على ثقتها في المعلمين العظام. فما يقولوا البابا كيرلس قال كده، يقولوا احنا زي الايه؟ زي القديس كيرلس. لما يقولوا البابا ديوسقورس قال كده، احنا زي ديوسقورس. لما يقولوا البابا تيموساوس قال كده، يبقى احنا زي تيموساوس. حتى أطاخي إلى ذلك الحين لم يكن مثبتا في كل الوثائق، سواء في مجمع القسطنطينية 448، في مجمع أفسس 449، أي نص أو تعبير يقول إن هو قال القول المنتشر إن النسوت عامل زي نقطة خل وقعت في البحر أو المحيط. لكن اللي قال الكلام ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت، سؤدوريتوس ادى الاتهامات اللي اتهم بيها سابقا البابا كيرلس، وبنى بنوا الاتهامات على ما يقوله سؤدوريتوس على لسان البابا كيرلس وعلى لسان أطاخي. المشكلة اللي بعد كده ان بقى في ناس يعتنقوا هذا الفكر، وبقى يسمى بالأطاخي بدل ما كانوا بيقولوا الأبوليناري، الفكر الأبوليناري بقى يقولوا عليه الايه؟ الأطاخي. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل قبل كده، لكن فوجئ البابا تيموساوس من هو في المنفى ان في ناس
بتردد الفكر المنسوب لأطاقي. فواجههم لما راح القسطنطينية، لقى عدد مش قليل يعتنق هذا الفكر وجايين له على انه معاهم، انت زينا. فلما عارض الفكر دوت قالوا له لا، ده احنا اتعلمناه من مين؟ من أطاخي. طبعا البابا تيموساوس كان حاضر مع القديس ديوسكوروس مجمع أفسس 449، وما سمعش هذا الكلام على الإطلاق لما درسوا أعمال مجمع القسطنطينية، ولما درسوا تقارير اللجنة المجمعية اللي شكلها الإمبراطور للنظر في تظلم أطاخي، واللجنة أثبتت أن في تزوير حدث بالفعل وأن أطاخي ظلم، فلم يكن هناك أي قول أو سند أن أطاخي قال كده. وبناء على ذلك البابا ديوسكوروس والمجمع اداله الحل، لأن أبائنا لا يجاملوا أحد. غير أن أطاخي ما هوش معلم، يعني ملوش عظات، ملوش كتابات، وفوق كده وكده لما اجتمعوا في خلق دنيا بهذه الحجة عشان يقاوموا البدعة المنسوبة لأطاخي، ما استدعوش أطاخي، نفوه حكموا عليه من غير محاكمة، وكانوا متربصين للبابا ديوسكوروس وحكموا عليه زي ما انتوا عارفين. في الغاية دلوقتي ما فيش حاجة تدين أطاخي، صح؟ الفكر المنسوب إليه مدان، لا نقبله على الإطلاق، لكن هو قاله ما فيش ما يظهر. البابا تيموساوس واجه في القسطنطينية وفي أماكن عديدة ناس بتعتنق هذا الفكر، وواجه مجموعة منهم قالوا له احنا سمعنا أطاخي قال كده. فهنا البابا تيموساوس حكم على الفكر وحكم على أطاخي نفسه، قال لهم ستعطونا حسابا عن شهادتكم هذه أمام الله الديان بناء على شهادتهم، عشان يغلق الباب تماما في هذا الموضوع. خلاص انتوا حجتكوا الفكر ده وبيتهمون هو بيعتنقوا كمان، فأغلق الباب تماما. فالبابا تيموساوس كان مقاوما من الخلق دنيين، وكانوا المنسوبين لأطاخي فاكرين انه معاهم، وكانوا فرحانين بوجوده، فلما رأوه قلب وجههم وحرم تعليمهم صراحة وحسم الموضوع نهائيا. طبعا الموضوع محسوم كفكر، لكن حتى أطاخي حتى هذه اللحظة ما كانش فيما يثبت، وحتى هذه اللحظة ما فيش عندنا وثائق، كلها مبنية على ما نسب إليه. أطاخي مش مشكلتنا، يعني ما هوش قضية، لكن ما يهمنا هو الفكر. وفي كل الأحوال اتحكم على الفكر واتحكم على الشخص أيضا، فطبعا زاد أعداء البابا تيموساوس، ولا سيما في العاصمة القسطنطينية، والنفوذ الموجود في البلاط الإمبراطوري، وبدأ فيه يبقى نوع من التآمر على البابا تيموساوس والسعي لنفيه مرة أخرى.
عايزين يعود للايه؟ للمنفى. ان الوقت هيلحق من مين ولا من مين؟ من الخلق دنيين ومن المنسوبين اللي بيقولوا عليهم اوطاخيين او ابوليناريين. فاحنا زي احنا ما متعودين بنعتمد حتى في الروايات التاريخية، وخصوصا لان بتختلف حتى الخلاف بيننا وبين الخلق دونين، ما هوش مجرد الخلاف اللاهوتي فقط، لكن برضو الروايات التاريخية فيها نقاط خلاف. فرغم بساطة الموضوع ممكن نجيبه في كلمتين كده ونقوله، لكن بنتبع الاسلوب التحقيقي العلمي، بنرجع للمراجع سواء من عندنا او من عندهم حتى في الحقائق التاريخية. صح بتبقى مملة شوية، لكن عشان يبقى كل كلام نقوله يبقى ايه؟ مسنود ببراهينه، ويبقى واضح عشان لو سمعنا كلام تاني يبقى نعرف مصدره ايه. ففي طبعا في زكريا الفصيح اللي هو أقدم المؤرخين في ذلك الوقت في هذا الموضوع، يقول عندما صار مضمون المنشور الإمبراطوري، طبعا أنا مش هعيد اللي قلناه في المرة اللي فاتت، لأن كان حصل أن الإمبراطور بناء على تأثره وتوجيه البابا تيموساوس أصدر منشور فيها حرم صريح لخلق دنيا والنسطور، ولغى المجمع خلق دنيا خالص. والمنشور دوت وقع عليه أكتر من 700 أسقف. فبيقول عندما صار مضمون المنشور الإمبراطوري معلوما عند الجميع، بعض الرهبان المتمسكون بآراء أوطاخي. هو المنشور ما جابش اسم أوطاخي، لكن أدان الفكر اللي هو الخياليين أو اللي بينكروا ناسوت المسيح الكامل يعني. فبيقول بعض الرهبان المتمسكون بآراء أوطاخي والذين كانوا في المدينة الملكية أتوا جميعا في آن واحد إلى تيموساوس مفترضين منه أن يكون على طريق تفكيرهم حسب الإدعاءات اللي بينشرها الخلق دونيين، إن البابا ديوسكوروس بيقول كده والبابا تيموساوس بيقول كده، فجايين بقى إن هو ليهم يعني حد ناصير ليهم يعني. واشتكوا له على المصطلحات المستخدمة في المنشور الإمبراطوري. ازاي المنشور يقول كده ان يعني يهاجم الفكر اللي هم بيعتنقوه؟ لأنه حرم كل شخص يؤكد على أن المسيح قد تجسد فقط في مظهره الخارجي، ولكن قال لهم ما هو اعتقادكم عن التجسد؟ ألا تظنون أن التجسد مثل الخاتم الذي بعد الدم لا يترك أي قسط من حقيقته أو جوهره أو مادته على الشمع أو على الطين؟ وبعد أن كشف آرائهم حضهم على وعلمهم أن الكتب المقدسة تعلم بأن المسيح كان مثلنا في كل أوجه الأمور وأخذ طبيعتنا بطريقة كاملة ولكن بدون حركات الخطيئة، وبرغم ميلاده بكمال الطبيعة لم يكن نتاج الزواج بدون زرع بشر، اللي احنا بنقولها اتولد بدون زرع ايه؟ بشر، الا انه كان انسانا كاملا بعد الحبل به في العذراء مريم وولد منها من خلال عمل الروح القدس. وبكونه متجسدا ظل هو عينه وبدون تغيير في ألوهيته. وبعد أن علم تيموساوس بواسطة فحوى محادثاتهم معه ماذا كان فكرهم،
كتب بيانا معلنا فيه أن المسيح فيما يخص الإنسانية كان مثلنا تماما في كل شيء، ولذلك فصل رهبان المكان نفوسهم عنه. ده خلاص، ده بقى ده مش تبعنا، ده اللي كنا فاكرينه معانا طلع مش زينا. فصل رهبان المكان نفوسهم عنه قائلين: لن تكن لنا شركة مع الإسكندرانيين. ولكن الرهبان الآخرون بعد اكتشافهم أن تيموساوس لم يكن عنده أي نزوع نحو تعليم أطاخي ألحقوا أنفسهم به، والأطاخيون الذين أنضموا مع أتباعهم نصحوا زينونا زوجة الإمبراطور باسيليسكوس بضرورة نفي تيموساوس مرة أخرى. واضح أن أسرة الإمبراطور نفسها كانت متبنية نفس الفكر المنسوب لأطاخي. نصحوا زينونا زوجة الإمبراطور باسيليسكوس بضرورة نفي تيموساوس مرة أخرى، ومع ذلك عندما سمع سيكتوسيتيس، صح كده؟ أسماء صعبة، ماجستروس ماذا يحدث؟ سيحدث لتيموساوس، حضه على ترك المدينة والذهاب إلى الإسكندرية. لما عرف إن هي رايحة لفين قال له: إلحق ارحل على إسكندرية بدون تأخير. ومن ثم ترك القسطنطينية، وفي طريقه وصل إلى أفسس، عد على إيه؟ أفسس الأول. وهناك دعا إلى اجتماع مجمع، عمل مجمع هناك في أفسس. المجمع ده فيه أكتر من 500 أسقف. أعاد تنصيب بولس الذي كان أسقفا في أفسس، ولكنه كان قد طرد من أجل عدم قبوله لقرارات مجمع خلق دنيا. كان زي البابا تيموساوس كده، كان رفض مجمع خلق دنيا فطرد. فلما جه باسيليسكوس رد الآباء دول. وفي ذلك الوقت أعاد تيموساوس بشكل قانوني حقوق كرسيه إليه التي اغتصبها مجمع خلق دنيا منه، وأعطاها بتحيز لعرش المدينة الملكية، لأن في خلق دنيا خدوا بعض اختصاصات من أسقف أفسس وادوها لمين؟ القسطنطينية، مع أن الكرسي الرسولي أصلا في أفسس اللي احنا بنقول عليها الايه الغنائم بقى، اللي هم كل واحد له تعب في المؤامرة في خلق دنيا كان يعني خد مكافآت. ميخائيل الكبير يقول بولس أسقف أفسس وأساقفة آسيا والمشرق وأناستاسيوس أسقف أورشليم وغيرهم من الأساقفة أن عدد الأساقفة الذين وقعوا المنشور الذي فيه رموا التحديد الجديد اللي هو تحديد خلق دنيا وتوماس لون بلغ 700. طبعا احنا قلنا كده المرة اللي فاتت. وقد بعث أساقفة آسيا رسالة شكر إلى باسيليسكوس عندما اجتمع نحو 600 منهم في أفسس. احنا قلنا أكتر من إيه؟ 500. فهنا بيقول نحو 600، يعني عدد كده ما بين 500 و600. وحرموا التومس وتعليم خلق دنيا. وده يوريكوا مدى هشاشة الفكر الخلقدوني في ذلك الوقت، ومدى رسوخ وقوة الإيمان الأرثوذكسي، اللي رغم اللي حصل ده كله الناس فضلت متمسكة
بالإيمان الأرثوذكسي. فبالفعل تمت الدعوة لعقد مجمع في أفسس، واجتمع عدد كبير من الأساقفة تحت رئاسة البطريركي تيموساوس وبطرس لحرم مجمع خلقدونيا. بطرس اللي هو كان أسقف أنطاكيا، والاعتراف باستقلال كنيسة أفسس ورد الحقوق السابقة لكرسي الإبروشية إلى أسقفها عندما انتهى المجمع من عمله، كتبت رسالة إلى الإمبراطور قيل فيها لقد حرمنا ونحرم. توماس ليو، ليو أو لو، أنتوا عارفين الأسماء حسب كل مؤرخ أو كل كاتب ممكن تلاقوا بينطوها بشكل مختلف. أنا مش موحد الاسم على أساس بلتزم بحسب المرجع اللي بناخد منه. يعني توماس ليو، قرارات خلقدونيا التي كانت سبب الكثير من سفك الدم والارتباك والاضطراب والانقسام والفتنة في كل العالم، لأننا مكتفون بعقيدة وإيمان الرسل والآباء القديسين 318 الذين يلتزم بهم أيضا مجمع 150 المشهورين في المدينة الملكية، والمجمعان المقدسان الآخران في أفسس، واللذان أكد عليهما. يقصدوا إيه مجمعان أفسس؟ 431 449. وده يوريكم أن كان سلطة مجمع 449 مجمع مسكوني معترف به في الكنائس كل الرسولية كلها حتى ذلك الوقت. هنعرف دلوقتي يا ابونا. كان 475. بنجيبها برضو بإضافات أخرى من مراجع أخرى. نقول بابا تيموساوس يحضر مجمع أفسس 475. هو كان اتنفى من كام؟ من أواخر 458 تقريبا، أواخر الخمسينات. يقول أيد مجمع الأساقفة المنعقد في أفسس تحت رئاسة البابا تيموساوس منشور باسيليسكوس، وأصدر بتحمس قرارا ضد حكم مجمع خلقدونيا الخاص بكرسي القسطنطينية، اداله امتيازات وألقاب. وعلى الرغم من أن هذا القرار الأخير قد أسعد البعض في الشرق في ذلك الوقت، إلا أنه لم يكن من الممكن قبوله في القسطنطينية، لأن قرارات مجمع خلقدونيا كانت قد أعطت لبطريرك العاصمة الحق في رسامة أساقفة المقاطعات بونتوس وآسيا وتراقيا الثراكي التي كانت تحب تحت سلطة أفسس فيما سبق. وشعر المجمع المنعقد في أفسس بالرضا لما أنجزه، وقد وقع على المنشور كل من البابا تيموساوس. طبعا كلمة إيلوروس زيت احنا قلنا لقب لقبوا به خصومه، احنا ما بنستخدموش، انا بقول حسب ما جه في المرجع، لكن انا شخصيا ما احبش اقوله لان ده اعدائه هو اللي لقبوه بكده يعني. وبطرس القصار اللي هو مين؟ بطرق أنطاكيا، وأنستاسيوس أسقف أورشليم، وبولس أسقف أفسس. يعني شوفوا كان كرسي الإسكندرية وكرسي أفسس وكرسي أنطاكيا وكرسي أورشليم، بالإضافة إلى كما يقول زكريا، يقصد زكريا الفصيح، 700 من الرجال. وأرسل الأساقفة ردا إلى باسيليسكوس يؤكدون فيه إيمان نقيا حسبما أيدته المجامع اللاحقة أعوام 381 431 449
ويحرمون فيه الهرطقة المقدونية والهرطقة النسطورية وهرطقة الذين يؤمنون أن ربنا يسوع المسيح كان له جسد ظاهري فقط، وأنه أي الجسد يعني قد أتى من السماء. أعتقد هذا يكفي بالنسبة لمجمع أفسس يعني وإنجازاته اللي هو أفسس 475، وللبعض يلقبه بمجمع أفسس الثالث لأنه يعتبر مجمع مسكوني، كراسي المسكونة كلها دايما تلاقوا الغايب مين؟ روما. وهتلاحظوا في كل الاتفاقات كل العالم في جانب وروما لوحدها في جانب آخر. طبعا البابا تيموساوس بعد هذا الإنجاز اللي عمله بعد رجوعه من المنفى بمروره على القسطنطينية وإصدار منشور باسيليسكوس بكل ما حقق من نجاحات وعقده مجمع أفسس وما تم فيه من إنجازات وتأكيد وتكرار لحرم مجمع خلق دنيا وتوماس لون، وصل أخيرا إلى الإسكندرية بعد غيبة بقى طويلة حوالي 18 سنة وأكثر. وقد استقبلوه بترحاب عظيم بالمصابيح وأيضا بالتسابيح وبكل المقاييس من مختلف الناس واللغات هناك. اسكندرية دي مدينة عالمية كان بيجيها من كل أنحاء العالم، يعني كان من مختلف، ده اللي بيقول كده المؤرخ، من مختلف الناس واللغات وحتى من قبل أعضاء حزب بروتيريوس. مين هو بروتيريوس؟ اللي كانوا عينوه كبديل للبابا ديسقورس، حتى من قبل أعضاء حزب بروتيريوس الذين رأوا المودة التي أظهرها له الجميع، جميع المواطنين. وكان في جماعة من الكهنة والرهبان والأخوات في المسيح، شوفوا برضو الأخوات في المسيح كانوا من زمان في الكنيسة، برضو المرأة أو البنات لهم نشاط كنسي مش حاجة حديثة يعني. وكل الشعب يعني كهنة رهبان أخوات في المسيح وكل الشعب في لحمة واحدة كانوا ينشدون تسبيحهم قائلين مبارك الآتي باسم الرب اكزمراوت. يعني شوفوا برضو طقسنا يعني حاجات قديمة مش جديدة، او فلوجيمينوس يعني ما كزمراوت برضو مبارك وفلوجيمينوس، يعني الحاجة اللي هي ما زالت حية في كنيستنا حتى الآن. واقتدوه الى داخل الكنيسة العظمى حيث أن تيموساوس سلوفاكيولوس اللي هو اللي كان رسموه بعد بروتوريوس اللي هو الخلقدوني أو يسموه تيموساوس الأبيض قد خرج بأمر الإمبراطور من الكنيسة قبل مجيء تيموساوس الإسكندري. يعني لما الإمبراطور باسيليسكوس أصدر أمر بعودة البابا بطرس من البابا تيموساوس من المنفى مشى دوكها بقى. وبقدر ما كان انسان مسالم وعطوف، بيتكلم على مين؟
البابا تيموساوس هو رقيق في كلماته ومتحنن جدا، فقد سمح لأعضاء حزب روتوريوس بنفس المساحة للتوبة التي سبق أن كتبها وحددها من أجل التائبين عندما كان في المنفى. يعني اللي هم كانوا انضموا لحزب روتوريوس كان اللي عايز يرجع مرفضش، اداله مساحة من الوقت، كانوا بيدوا قانون زي قانون كنسي سنة ويرد لوضعه يعني. ويقول هنا المؤرخ حتى بوريلاتيوس نفسه، الشخص ده لما كانوا جم يقبضوا على البابا تيموساوس عشان ياخدوا المنفى، هو اللي خانه، تصرف بخيانة دنيئة وراح جابه من قدام المعمودية وسلمه ليه. فبيقول حتى بوريلاتيوس نفسه الذي بخيانة دنيئة كان قد أخرجه من أمام المعمودية قبله بعطف وبسلام مثل الآخرين. شوفوا يعني رجال الله كده بيفيضوا يعني حبا وعطفا وسلاما وصدقا. وعزاه عندما كان ينوح ويبكي على سلوكه المتمرد والوقح، ما احتملش حنان ورقة البابا تيموساوس، فقعد يبكي بنوح، مش مجرد دموع تنزل، ينتحب على اللي عمله كل ما يتذكر عمل فيه ايه، وقضى يعني سنوات طويلة في المنفى بسبب خيانته، فبكى كتير. مين بقى اللي كان بيعزيه وبيبكي؟ البابا تيموساوس. ويقول طبقا لمبدأ قادة الكنيسة هذا، يعني هو طبعا الترجمة بتبقى مش معبرة قوي، يعني بيبقى حسب سمات رجال الله اللي هو آباء الكنيسة في قلبهم وأفقهم المفتوح وسعة صدرهم، أظهر حقا تيموساوس نحو الكثيرين هذه المحبة الأخوية التي لا تطلب مال نفسها ولا تسأر. يعني شوفوا واحد مسكه كده بإهانة وبهدلة قدام المعمودية وراح سلمه، وده راجع يملك كل السلطة لكن لم يسأر، ولكن سمة أناس الذين كانوا يجهلون حقوق المحبة الإلهية قطعوا أنفسهم عنه بسبب دمسته ولطفه تجاه التائبين. يعني صاحب الشأن مسامح، في ناس ازاي يسامح ده وازاي يقبل الناس دي وازاي احنا مش هنتعامل معاه؟ عارف يقول لك ملك اكتر من الملك، تبقى نوع من القساوة وعدم المحبة فيحطوها تحت شعارات اخرى يعني. لكن البابا تيموساوس في هذا الامر لم يطلب منهم شيئا اخر سوى ضرورة حرم مجمع خلقدونيا وطوموس لون والاعتراف بالإيمان الصحيح، ولأنه لم يعزلهم ولو لقليل من الوقت من الشركة التي مزقوها بالانشقاق. في خدوا منه موقف بقى على رأس هؤلاء الأشخاص اللي هم يعني اتضايقوا من تحننه، واحد اسمه سؤدوريت، ما مش عارف اسم سؤدوريتو ازاي يعني، مش مع انه معنى الاسم كويس. سؤدوريت يعني ايه؟
عطية الله أو هدية ربنا سيئودور. كان سيئودوريت أسقف يافا الذي تمت رسمته بواسطة سيئودوسيوس في وقت سابق، حيث امتلأ قلبه بالحسد لأنه لم يرجع مرة أخرى إلى كرسيه. يعني كان واحد في يافا بس مرجعش، اترسم بواسطة سيئودوسيوس. مين سيئودوسيوس بقى ده؟ اللي اترسم اما رفضوا يوبيناليوس ورسموا سيئودوسيوس، فكان رسمه على يافا. لكن ازاي البابا بطرس تيموساوس يرجع وهو مرجعش؟ ففي حسد. لكن في واحد كان زيه لكن كان حلو قوي بقى، يقول ولكن بالرغم من ان بطرس الايبيري الشهير لم يعد الى غزة، اللي هو برضو كان في نفس التوقيت، الا انه لم يتفق مع هذه المجموعة اللي خدوا موقف من البابا تيموساوس، لكنه انجذب الى تيموساوس وجادل معاهم، يعني ناقشهم، يعني مش موافق على كلامهم، بان اسلوب البابا وافعاله كانت في انسجام مع مشيئة الله، ولكن المنشقون والذين اخذوا جانب سيئودوريت وقعوا في مثل هذا الخطأ، وهو انهم مارسوا اعادة المسحة بالميرون. قالوا دول لازم يترشموا بالميرون تاني. وبعدين دول اصلا الجيل ده كان اصلا متعمد ومرشوم بالميرون، خلقدونيا دي كانت قريبة، يعني هما مش اتعمدوا مثلا مش من هرطقة او يعني، لا ده كان لسه تركوا الإيمان الأرثوذكسي ورجعوا له تاني، فبتبقى توبة. فيقول إنهم مارسوا إعادة المسحة بالميرون، وبناء على ذلك دعوا بال كريست أنوتيانس أنويت، يعني اللي هو يدهن، يعني أي مكتوبة قصادكم الكلمات الكبيرة دي صعب الواحد ينطق. ولكن ازدادت مشاعر الشعب المتوهجة لأنه بأمر من الأمبراطور. الحاجة بقى اللي خلتهم يستقبلوا البابا تيموساوس بقى واشتعلت مشاعرهم قوي 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 قوي، إنه كان بأمر من الأمبراطور أحضر عظام البابا ديوسكوروس معاه. وكان مين مع البابا ديوسكوروس؟ اخو البابا تيموساوس اسمه اناطوليوس، وتنيح هناك برضو، فجاب عظام البابا ديوسكوروس واخوه اناطوليوس في تابوت فضي ودفنهما باكرام عظيم، واضعا اياه في مكان الاساقفة ومكرما له كمعترف. اعتبرت الكنيسة منذ ذلك الوقت، منذ ذلك الحين، ان البابا ديوسكوروس من المعترفين. ولكن احسانه كان جزيلا لدرجة ان عن ارادة حرة بكامل ارادته عمل ايه كمان؟ كان الأسقف الآخر اللي كانوا معينينه الخلقدونيين كان اسمه تيموساوس برضو، فتعزل. فشوفوا الشفقة يعني بتاعت القديسين، يقول لك من ثمارهم تعرفونهم. يقول لك عين أن تعطى، مع أنه المنافس ليه، يعني كانوا نفوا البابا تيموساوس وخلوا دوكا دارت العجلة وده رجع، لكن ما تعملش بنفس العمل بقى،
عين أن تعطي الكنيسة دينارا يوميا لأجل الإنفاق والمعيشة إلى تيموساوس المعزول، والذي كان ينفق على نفسه من عمل يديه من ضفر السلال وبيعها. ولكن عندما سمع الشعب أن الوالي هناك وبوتيوس الأوطاخي، كان الوالي هناك له فكر أوطاخي واحد تاني اللي هو اسمه بويتوس أو بوتيوس، فصرخوا في الكنيسة: أيها الأب أنطق بكلمات الحرمان على نسطور وأوطاخي. ففي الحال عشان ما يعسرش الناس حرمهم بكلمة فيه في حضور الوالي، وبهذه الطريقة قد تبرأ من شبهة الاشتراك في الأوطاخية مع الوالي. هذا ما تم في الإسكندرية لما رجع البابا تيموساوس. هنرجع تاني القسطنطينية بقى. طب هو مشي، الوضع حصل فيه ايه؟ حواديت مش كده؟ طبعا هو كان اما عمل مجمع في أفسس رجع اختصاصات أسقف أفسس اللي خدها منه، أو اللي مجمع خلقودينيا خدها منه وادها الأسقف القسطنطيني. مين زعل؟ الأسقف القسطنطيني أكاكيوس، مع أنه كان راجل طيب، لكن لما تدي حاجة كده واحد حاجة يفرح، حتى لو مش بتاعته تيجي تاخدها منه. لا ده ازاي ده يعني بقت بتاعته. يقول: لكن عندما سمع أكاكيوس أسقف القسطنطينية عن بولس أسقف أفسس أن سلطة كرسيه الشرعية بمقتضى الدستور السابق اللي هو قبل خلق دنيا قد أعاده إليه تيموساوس، وأن بطرس قد عاد إلى أنطاكيا، ده مش كده وبس، في ناس ادعوا حاجات خلوه يضطرب كمان، وأنهما سيستعدان لعقد مجمعا في أورشليم بهدف عزله. قال إنه أسقف أفسس وأنطاكيا مع أورشليم هيعملوا مجمع لإيه؟ وإقامة سيئو بامفيوس. فاكرين لما راح الرهبان الوفد بتوع اللي يطالبوا بالبابا تيموساوس، وكان وفد يعني متألق، فشك إن هياخدوا راهب منهم يعملوه في القسطنطينية، قالوا له كده برضه، وهياخدوا الراهب ده شقيق ماجستروس اللي هو كان ماسك سلطة كبيرة في البلاط الإمبراطوري بدلا منه. بعد أن سمع كل هذه الأمور أصار الرهبان ودفعهم بقوة على ذلك، وأنزل دانيال العمودي عن عموده واستولى على الكنائس، وأصار عصيانا ضد باسيليسكوس معلنا أنه هرطوقيا. عندئذ ضغط على باسيليسكوس اللي هو الإمبراطور بشدة، لأن في الوقت اللي كان أكاكيوس عمل كده جه تقرير لباسيليسكوس بأن زينون اللي هو الإمبراطور اللي كان قبله وهو مشاه كان عائدا بجيش عظيم، وبعدين هيعمل ايه؟ ده كده بقى خسر اللي هم الخلقدونيين اللي كانوا يعني زعلهم بالمنشور بتاعه.
فاضطر أن يعمل منشورا مضادا به، ألغى منشوره السابق اللي هو حرم خلق دنيا وإعادة الأسقف المنفيين. لكن بمجرد عودة زينون وطرد باسيليسكوس أصدر قانونا يلغي به كل الإجراءات التي اتخذها باسيليسكوس. ده مين يعني؟ هو باسيليسكوس كان هيعمل كده أو عمل كده بالفعل، بس زينون بقى جه كل اللي عمله باسيليسكوس يلغيه. يعني كل الأسقف اللي رجعوا من المنفى مفروض يتنفوا تاني. دخل زينون المدينة واستعاد عرشه وألغى جميع الأعمال التي جرت في عهد باسيليسكوس، فخلع بطرس الأنطاقي وبولس الأفسوسي اللي ملحقش يتهنى بحقوق كرسيه اللي رجعت له. يعني بعد أن استولى الإمبراطور زينون على القسطنطينية بمساعدة الخلقدونيين خاصة أكاكيوس رئيس أساقفتها في أغسطس 476، في 17 ديسمبر من نفس السنة أصدر الإمبراطور الجديد اللي هو زينون منشورا يلغي به كل القرارات والقوانين التي سنها وفرضها باسيليسكوس الذي كان يعمل لنشر عقيدة الطبيعة الواحدة. ولذلك فإن الإمبراطور الجديد أمر بطرد الأساقفة اللاخلقدونيين من كراسيهم، اللي احنا قلناهم من شوية، بطرس بتاع أنطاكيا وبولس بتاع أفسس، وحكم على تيموساوس بالنفي. المرة ده أنا جايب من مرجع بروتستانتي، عشان كده قلت تيموساوس القط اللي هو يعني إيلوروس. ولكن نظرا لحالته الصحية وشيخوخته فقد ترك في الإسكندرية. كان ساعتها البابا تيموساوس كبر في السن، طعن في السن وبهدل ونفي طول حياته، وهو أصلا كان إنسان ناسك صحته على قده، وطول فترة المنفى ما قعدش ساكت في جهاد مستمر. فسابوا قالوا ده كده كده ايه، يعني مش هيش كده. وبالفعل انتقل البابا تيموساوس في 31 يوليو 477. طبعا في بعض مراجع تقول تواريخ اخرى 76 او غيره، لكن يعني بالتقريب او في له 13، ففي التواريخ بيبقى فيها عدم دقة شوية. وفي الوقت الذي توفي فيه البابا تيموساوس كان في أحد الأسقفة بقيادة أحد الأسقفة اسمه سيودور مع أسقفة تاني بتوع كرسي الكرازة المرقسية يعني بتوع مصر، فحالا وضعوا اليد على بطرس اللي سموه بطرس منغوس ورسموه بطرك. أحد الكتاب يقول لي لم يمر عام على عودة البابا تيموساوس إلى الإسكندرية إلا وكان الإمبراطور زينون قد حل محل باسيليسكوس وأمر بإلغاء كل الأمور التي تمت في عهده بصورة شديدة، حيث تم نفي قادتهم مرة ثانية. ومع ذلك لم ينفذ الإمبراطور زينون هذا الأمر مع البابا تيموساوس. من المحتمل أن يكون هذا بسبب تقدمه في العمر أو بسبب إدراكه
أن عملية ترحيل البابا سوف تؤدي إلى آلاف من القتلى. كان محبوب جدا واستقبل استقبال غير عادي، فعشان كان يتاخد وهو في السن ده وبهذه التقوى وبهذا الحب اللي زرعه بصدق اللي أثر حتى في أعدائه، فكان في قتلى كتير ممكن تحصل. أحد المؤرخين، احتمال تيجي دلوقتي بس مش كل حاجة، أنا بحاول أختصر في حاجات كتيرة عشان يعني. فالمهم ما قدروش ياخدوا أو سابوه، وعلى أي حال فقد تنيح البابا تيموساوس إلوروس في 477 وخلفه على الكرسي السكندري البابا بطرس من غوس. طبعا زينون أما البابا بعد لما رجع، رجع مين؟ تيموساوس اللي هو سلوفيولوس أو الأبيض دوت، بقى في اتنين دلوقتي في اسكندرية. البابا لا، كان البابا تيموساوس الأصلي 26 وتيموساوس الثاني اللي هو الخلقدوني. فكان زينون بيأمل انه الاثنين كانوا كبار في السن، قال انه بموت احد الرجلين يلتئم الشقاق، ما يبقاش في اثنين، الذي في كنيسة مصر من خلال الاعتراف بالشخص الذي سيبقى منهما بأنه البطريرك الأوحد في الإسكندرية. ولكن الرسول الذي أبلغ الإمبراطور بنبأ موت البابا تيموساوس أبلغه أيضا بتعيين خلف له هو البابا بطرس منجوس، قال له ده البابا تيموساوس رقد، ورسمه البابا بطرس بداله. فطبعا زينون غضب، ليه؟ لأن الخطة اللي كانت في دماغه. يقول زكريا الفصيح: لكن الإمبراطور زينون غضب جدا عندما سمع عن بطرس وبعث بتهديدات، ثم اختبأ بطرس في المدينة بالتنقل من بيت إلى آخر. ولكن بأمر من الإمبراطور زينون تيموساوس سلوفيكولو، معلش ما بعرفش أقرا الأسماء، لساني تقيل فيها حتى بالعربي. سلوفيكيولوس الذي طرد عاد واستولى على الكنيسة الكبيرة، وعند دخوله المدينة حدث اضطراب ومذبحة. وكان والي الإسكندرية فلان ده يبحث عن بطرس للقبض عليه. ولكن تيموساوس أجهد نفسه بكل وسيلة ممكنة لكي يبقى الشعب إلى جانبه. طبعا تيموساوس اللي هو الخلقدوني حاول يكسب الناس بقى، فقعد يكرز بالإيمان مجمع نقيا والمئة وخمسين في مدينة القسطنطينية، وأقر مجمع أفسس، وكتب في لوح مزوج أعلن أسماء البابا كيرلس وديسكورس، وصنع الكثير بجوار هذا الأمر. لكن ما زال الناس متاخدة إيه منه. في أحد المراجع، مش عارف جبتها لك ولا لأ، لما الإمبراطور
عرف برسامة البابا بطرس، مش أمر بطرده، أمر بقتله. مين اتشفع له؟ تيموساوس، اللي أحسن إليه مين؟ البابا تيموساوس. قالوا لا لا بلاش تموته، ينفى وبس. يعني شاف الفرق اللي حصل، فيعني عايز يرد ولو يعني حاجة. البابا بطرس بقى مختفي، مش لاقيينه، يتنقل من دير لدير ومن بيت لبيت. ما شوفوا آبائنا تعبوا وجهدوا كتير قوي قوي، الدرجات الكهنوتية العالية دي ما كانتش كرامة قد ما هي جهاد وشقاء وبهدلة. عارفين معلمنا بولس الرسول يقول نحن موضوعون لهذا، فاختفى بعد صيامته لكي يتجنب المتاعب والاضطرابات. وطبعا تيموساوس الخلقدوني رجع وظل أسقف للإسكندرية لغاية لما مات سنة 482. يعني قعد كم سنة البابا بطرس متستخبي؟ يعني شوف دوك سنة 77 5 سنين. يقول كان تيموساوس سلوفاكيولاس كما ذكرنا رجلا مسنا، كما كان البابا بطرس من جوز مستمرا في الاختفاء. لذلك قدم بعض الرهبان النبلاء بالإسكندرية اقتراحا إلى السلطات، مفاده أن يقوم الجانبان الخلقدوني وغير الخلقدوني بعد موت تيموساوس بالاعتراف بالبابا بطرس. الناس اللي هم كانوا مخدوعين أو من أجل المصالح أو من أجل السلطة يبقوا مقربين من السلطة، فشافوا أن الدنيا يعني هديت شوية، ما لقومش تميز قوي، فقالوا نلم الشمل ونعترف بالبابا بطرس بطريرك لكي تتحقق الوحدة في الكنيسة بدل ما يبقى فيه بطركين، وبالتالي لا تكون هناك حاجة لإقامة خلف لتيموساوس الخلقدوني. ولكن لم تلقى هذه الخطة قبولا من الجانب الخلقدوني. ليه بقى؟ إن كده مش هيترسم. وقاموا بتقديم التماس إلى الإمبراطور ضد هذا التحرك، وحمل هذا الالتماس إلى العاصمة راهب قس يدعى يوحنا التلاوي. أحيانا برضو اسم يوحنا رغم اسم جميل في ناس بتبقى مش كويسة فيه. ربنا يجعلنا من الكويسين. تعرفوا زي يهوذا مثلا، في يهوذا ابن خالة ربنا يسوع المسيح بالجسد، ويهوذا الإسخريوطي، مع ان معنى اسم يهوذا يعني ممدوح. فده كان من دير قديس يوحنا المعمدان، وكان له طموح في الكرسي الإسكندري اللي هو الراهب يوحنا ده. فراح في العاصمة واتصل هناك بأحد القادة الأقوياء، إيلوس صديق ولي الإسكندرية، رايحين بمؤامرة يعني، وده كان يمكنه التحكم في عملية اختيار البطريرك. ولي الإسكندرية وله صديق هناك في القيادات في القسطنطينية، وهم أصلا كانوا بيخططوا أن يعملوا ثورة ضد زينون.
وتم اعتقاله في 484. لكن يوحنا ده كان في 481 في القسطنطينية. إيلوس كان مازال في السلطة. يحاول يوحنا أن ينال مؤازرته، ومع ذلك عندما حضر يوحنا أمام الإمبراطور أنكر تماما أن لديه أي نية لترشيح نفسه لكرسي البطريركية. احنا جايين بنقول كده مش عشان انا عايز، انا عن نفسي احنا من لاجل الله لوجه الله كده، مش عايزين يعني نتنازل عن الكرسي ليهم، بس يبقى لازم حد خلق دنيا. وقام زينون بالموافقة على طلب بتوع الاسكندرية الخلق دنيين، وعاد يوحنا الى ديره، وبعدين أخذ في عودتي خطابا من إيلوس المؤامرة بقى. إلى والي الإسكندرية. الكلام ده كان قبل ما يموت. هم كانوا بيتفقوا إن لو واحد فيهم مات يبقى نخلي التاني يعني. مات بقى تيموساوس الخلقدوني. بعد وقت قليل وقام الفريق الذي ينتمي إليه بتنصيب يوحنا التلاوي ده خلفا له. طبعا الناس اللي كانوا عارفينه من ضمنهم أكاكيوس. أكاكيوس بطرك القسطنطينية راح لزينون وبكته، قال له أنه ليس كان يستحق ذلك الكرسي من كثرة شروره، كان ليه شرور كتير. قالوا له ما لقيتش ده لا يستحق الكرسي على الإطلاق. ثم أشار على الملك أن يكتب إلى مدبرين الإسكندرين أن يطردوا عن الكرسي يوحنا طلايا ويقيموا عليه بطرس منغوس. وطبعا الإمبراطور اتضايق منه أكتر لأنه حنس بيمينه، لأنه أقسم قدامه أن أنا مش هترسم إيه بطرك خالص. في الوقت ده ما بقاش فيه غير مين؟ بابا بطرس منغوص. أولا البابا بطرس منغوص زوت بحسب بعض المؤرخين يقولوا ربما كان هذا أحد الذين رافقوا ديوسكوروس. مش كان في واحد اسمه بطرس؟ يقول هو ده. وكان قصا قبل أن يخلف سلفه في كرسي الإسكندرية، وكان من المعاصرين له بطرس القصار بتاع أنطاكيا وأكاكيوس في العاصمة، وقد عقد بحال ارتقائه درجة البطريركية مجمعا حرم فيه مجمع خلق دنيا وتوموس لون. فسخط عليه الملك زينون ونفاه، ورد تيموساوس الأبيض الخلقدوني من النفي ثم مات. ده هنا أنا جايب بقى من كتاب تاني اللي هو بتاع الخريدة النفيسة أنبا إيسوزوروس، لأن هيتحفنا كمان شوية بحاجة جميلة قوي 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 يعني. ثم مات فقام بدله يوحنا طلايا، رغما عن كونه أقسم أمام القيصر بأنه لا يصير بطريركا. فلما صار بطريركا بدون رضاه عزله ورد بطرس إلى كرسيه، وكان معاصرا لبطرس، بطرس القصار وأسقف أنطاكيا وأكاكيوس بتاع القسطنطينية. فحدثت بينه وبين الأخير مكاتبات أفضت إلى الاتحاد والصلح والسلام بين الكنائس. في الوقت ده بدأ يبقى فيه مكاتبات بين بطرس ومين؟ أكاكيوس. أكاكيوس أسقف القسطنطينية. المكاتبات دهيت كتير من المؤرخين ما ذكروش عنها حاجة،
عشان كده رجعت المرة دي المصدر الوحيد عندنا. يقول عليها الأنبا إيسوزوروس، يقول هذه المكتبات استمرت زمانا طويلا ذخيرة ثمينة وحجة قوية في الكنيسة القبطية، ولكن الإهمال بأمرها كاد يفقد وجودها، ولم يبقى لها سوى الذكر في تاريخ البطارقة قبل طبعه، فأنه ورد فيه أن تلك المكتبات محفوظة في مكتبة دير أبي مقار في وادي النطرون، مع أنه لا وجود لها من أثر في ذلك الدير. هو لقى وهو بيدرس، سمع عنها في تاريخ البطارقة أن المكتبات دي موجودة في دير أبو مقار، دور عليها ما لقاهاش. وبعد كده فوجئ إنما جمعية الآثار الفرنسية عثرت على نسخة منها في دير أنبشنودة باللغة القبطية وطبعتها. ده مين اللي طبعها؟ جمعية الآثار الفرنسية. ونفس الجمعية دي على فكرة برضو كانوا لقوا أعمال مجمع أفسس 431 ونشروه، وانا اقتبست منه من الاعمال دي اللي هي باللغه القبطيه لما جينا نتكلم عن المجمع في الكورسات الاولى يعني. وطبعتها مع ترجمتها الى اللغه الفرنسيه سنه 1888، فترجمتها انا الفقير الى اللغه العربيه. أنبا إيسوزوروس كان يجيد اللغه الفرنسيه، فترجمها للغة العربية سنة 1898. وعدد هذه المكاتبات 14، 8 رسائل من أسقف اسكندرية إلى أسقف العاصمة، وست رسائل من هذا إلى ذاك، وهذه بالحرف الواحد. الحقيقة الرسائل دي لما أنا قريتها من زمان وقريتها تاني، بجانب المحتوى التاريخي في محتوى روحي عالي وراقي جدا، كأن الواحد بيقرأ رسالة روحية جميلة تخرج الواحد شوية من جو الخلافات دهيت للجانب الروحي الجميل. وكشفت عن حاجات اتفهمت غلط عند المؤرخين لكن بقالها تفسيرها هنقولها. اول واحدة رسالة بطرس الاولى الى اكاكيوس، يقول ايه؟ ان الشماس يوليانوس قابلني ليلة ما في مكان كنت هاربا فيه من هرطقة مجمع خلقدون الدنسة، وبيده الإنجيل المقدس، فقال لي إني لما كنت في القسطنطينية أرسل إلي أكاكيوس شماسا يدعوني إلى المكان الذي كان يبيت فيه، فلما سرت إليه قال أيها الشماس يوليانوس، هل أنت مزمع أن تشترك معي في الصلاة أم لا؟ فأجبته قائلا لا، لأن ذلك من المستحيل، فإنه لا توجد هنا الأرثوذكسية، يعني لا تصلي. ثم أمرني أن أجلس، وكنا كلانا منفردين في ذلك المكان. ولما حمل الإنجيل قال لي هكذا، انطلق إلى الإسكندرية وفتش على الأنبا بطرس واحلف له كما حلفت لك أنا الآن بقولي وحق الكتب المقدسة إني أرغب من كل نفسي أن أتوب وأطرح عني هرطقة مجمع خلقدون الدنسة
فإني بينما كان المغبوط تيموساوس موجودا في هذه المدينة بمنزل باسيليسكوس، ده أكاكيوس يعني كان بعت يحكي، تعرفين إن كان عايز يرتب له مكان في كنيسة، وبعدين باسيليسكوس استضافه فين؟ في القصر الإمبراطوري. فبيقول فإني بينما كان المغبوط تيموساوس موجودا في هذه المدينة منزل باسيليسكوس، أرسلت نحو شماسي، مش هقول الأسماء عفوني منها يعني، وبيده كتابي المخطوط بيدي، وفيه تبت وحرمت مجمع خلقدون وطوموس لاون والأطخيين وكل هرطقة، غير أن سأكتستس الوالي المعتنق مذهب أطاخي. عارفين زي ما قلت لكم البابا تيموساوس لما رفض الأطاخية في البلاط أطاخيين، عشان كده كان يعني مشي. الوالي المعتنق مذهب أطاخي المعترف بتعليم باطل، لما وجد الشماس في الساحة أخذ من يده الكتاب وقرأه، ووجد إني قد حرمت فيه أطاخي، فضرب الشماس وطرده ومزق الكتاب، ولم يكن ليعلم بذلك تيموساوس المغبوط. كل ده والبابا تيموساوس ايه؟ مدريش، لانه كان ساكنا في الدور الاعلى، وقد ظننت ان الشماس طرد باعاز طوباني تيموساوس. الشماس اطرد وهو اصلا ما وصلش الرسالة، فلما عرف انه اطرد وما عرفش انه اتضرب ساعتها، افتكر ان مين اللي طرده؟ البابا تيموساوس. عشان كده بدأ يبقى متحامل على البابا تيموساوس. ما بقول لكم يعني في تفاصيل يعني، وكنت ظننت أن الشماس طرد بإعاز الطباني تيموساوس، وبما أن الحزن استولى علي بسبب ضرب شماسي لبست لا أبدي أدنى حركة، خائفا على تقدير سلام تلك الأيام، وحيث أني الآن أخشى أن تدركني ساعة الموت ويحل بي قضاء الله، فأطلب إليك وأنا مستعد أن أفعل كل ما يريح فؤادك، وإني لمتندم وتائب وحارم لكل هرطقة. وبما أن شماسي يوليانوس أخبرني بكل ذلك بقسم، فقد أرسلته إليك دفعة ثانية، وسطرت لك في هذه الرسالة كل ما قال لي، فإن كان الأمر لا يتخلله ريب وأنك قلت له هذه الأمور فاكتبها لي. فالبابا بطرس صحيح حصل كده، الشماس حكى لمين؟ للبابا بطرس. الرسالة الثانية للبابا بطرس، من بطرس بطريرك الإسكندرية إلى أكاكيوس، بعدما أرسلت إليك شماس يوليانوس بثمانين يوما، جاءني منه خطاب على يد خادمه سؤدوسيوس، ولم أرد أن أفض مخطومه ولا أن أقرأه حين رأيت ما هو مكتوب على عنوانه، لأني لم أرضى بما هو مسطر فيه، لأن العنوان مكتوب فيها كذا: يتسلم إلى قداسة الأنبا بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية من عند أكاكيوس رئيس أساقفة القسطنطينية. فقل لي لماذا تدعوني رئيس أساقفة؟ أنت الذي اجتهدت أن تعزلني. لأنه اتعزل زينون، عزلوا أكاكيوس هو اللي هناك في القسطنطينية، فالبابا بطرس فهم ان اكاكيوس اجتهد انه يعزل مين؟ البابا بطرس. اني انا رئيس ساقفة لانه لم يعزلني احد، رديت بذلك او لم ترضى، لاني حفظت ايمان الله ولم انكره،
ولكن كيف تقصر أنت وتدعو نفسك رئيس أساقفة؟ ألا تقيم الحج عليك سريرتك الداخلية وندمتك على ذلك؟ وبالإجمال قل لي حقا، من هو أنت؟ وبكم مقدار سرت في طريق الشرور؟ فانهد إذن وتأمل فيما فعلت، فإن القاضي مزمع أن يطلب من يديك الحق للمزروع، وهوذا أرسلت لك خطابك مختوما كما أرسلته لي، لأني لم أقرأه بالجملة. ده البابا بطرس بعت له يقول له إيه كده. فرسالة أكاكيوس بقى بيرد على البابا بطرس بيقول له إيه، من أكاكيوس، ما قالش بقى رئيس أساقفة ولا غيره يعني، إلى بطرس رئيس الأساقفة، إن الأطباء الحذقين من عادتهم أن يقطعوا بسلاح حاد الأعضاء الفاسدة، فهكذا أنت لي أيها الأب الحاذق، فإنك بسيفك الروحي قطعت فكر العظمة وأظهرت بدء الصحة بحق، ولذلك إن لي ثقة وأرجو بنعمة الله أن المسيح ابن الله الوحيد يشفي بمراهمك اللطيفة كل ما هو مستتر فيا من الأمراض والأوجاع، ويعيد صحة جسم الكنيسة كما كانت سابقا. والآن أنا تائب وباكن نظير بطرس أول الرسل الذي أنكر المسيح، وأتوسل إليك أن تقبلني، وأنا تائب كما قبل المسيح بطرس. وإذا كنت تقضي علي الحقير أن أكون بمنزلة علماني، فأكون معك في الإيمان الأرثوذكسي فقط، وإني سأتكبد مضض هذا الألم لكي أنجو بنفسي. حل من هذا القيد النجس الكفري عروس المسيح التي هي الكنيسة، فأنه خير لي بالحري على كل حال كما قلت أن أتكبد هذا الألم لكي أربح المسيح، الأمر الذي التمسته منه إلى الآن. أستحلفك أيها الأب الأقدس لشفقة الرسول بولس اللطيفة، وقل لنا جميعا يا أولادي الذين أتمخض بهم من جديد إلى أن يتصور المسيح فيكم، وقد كتبت لك في الخطاب الذي أعدته لي بدون أن تقرأه، والحق معك، ما مضمونه؟ ينب راس الإيمان الأرثوذكسي، أشرق على الجالسين في الظلمة، يعني الرسالة الضمنية اللي اتبعتت كان بتقول يا ايه، يعني براس الايمان الارثوذكسي اشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لان ظلال الكفر والعماء قد استحوذ على المسكونة، فاننا سابحون في هوة الانكار والموت التام من حين ما تعرينا من الايمان. وحسنا قال داود عننا باستحقاق، الجميع زاغوا معا وعصروا، لأننا كلنا نحن الخطاة قد تركنا الله وراء ظهورنا، على حسب قول النبي، مندهشين من هيبة الملوك الظالمين، وقد أطفأنا شعاع الإيمان المستقيم المضيء لكي نتحصل على المجد البشري. فأشرق علينا يا نبراس الأرثوذكسية، وأمرنا نحن الجالسين في الظلام بعيدا عن نور الأرثوذكسية. تشبه باستفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وأصرخ بصوت عال إلى الله من أجلنا، نحن الذين اضطهدناك، وقل اللهم لا تحسب عليهم هذه الخطية. بيستغفروا. رد عليه بقى القديس بطرس يقول له، من بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية إلى أكاكيوس، إنك زدت برسالتك وجعا على وجع نفسي المصقلة بالألام، وإني لغاية هذا الحين كنت أجتهد أن أزكي نفسي من ذنوبي الكثيرة
لكي أستحق أن أقف بدون عيب أمام منبر المسيح. والآن لا أدري ماذا أفعل لك بعدما كتبت لي، فإن المرض الذي استحوذ عليكم بإرادتكم لا أستطيع أن أشفيه، وهو ذا قد مضى على إنعقاد مجمع خلقدون 31 سنة، الذي بسبب مذهبه الفاسد بددتم قطيع المسيح وقسمتم جسم الكنيسة المقدس الذي مات المسيح عنه بإمضاءكم على الاعتراف بالطبيعتين وعلى طومس لاون، وقد شبهتم الأسد المفترس بأنيابكم العديمة الأمانة، فأنكرتم الإيمان المستقيم وبكفر قسمتم الله غير المنقسم. فأي كفر أعظم من هذا؟ وأي حزن أزيد منه؟ فلذلك لا أدري ماذا أفعل معك، فإن مرضك الإرادي لا أقدر أن أشفيه، لأني أنا أيضا رجل خاطئ موضوع تحت حكم الموت. فلعل المسيح الذي أنكرته لا يطرحك، فصلي إليه عساه يلتفت إليك ويرحمك وينقذك. فليبكيك جميع القديسين الذين تعريت من سعادتهم، فليبكيك الفردوس الذي أعد لك وعدمته بسبب كفرك، فلتبكيك الشمس التي لما رأت ألام المسيح حجبت نورها والتحفت بالظلام وضى النور مبكتة للكافرين في ذلك الزمان. وأنت الآن فلتبكك كل الخليقة المنظورة وغير المنظورة. فليحزن عليك القوات الذين هم فوق الجميع، وليمثل أمام الله المحب البشر طغمات رؤساء الملائكة، وليسجد من أجلك الشروبيم والصارفيم ذو الأعين الكثيرة ومصاف الملائكة الذين لا يفطرون من تقديس الله المثلث. فليصلوا عنك لكي يسمع لك ويرسل نقطة من رحمته عليك وعلى الشعب المظلوم الذي بدده كاهن مملوء من الغرور. فعلى ذلك لا أكف عن أن أنصحك بصفة رجل خاطئ، لأنك أنكرت الله، فلا تتقاعس عن أن تستغيث إليه بشفاعة القديسين لكي يردك ويرحمك وينقذك. كلام قاسي من البابا بطرس. في مصارحة وفي اتضاع برضو، يعني هو يعني شوفوا بقى أكاكيوس هيقول له ايه يعني كده. من أكاكيوس الى بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية: الآن أعد نفسي سعيدا لأني رأيت أبوتك المقدسة قد تأثرت جدا واشترقت بأوجاعنا إلى الله عنا بخوف واهتمام، ذلك الذي لم تنكره. الآن تأكد قلبي أنك تلميذ حقيقي للمسيح، لأنك تنصحنا للخير وحسنا تعلمنا ألا نكف عن الصلاة إلى الله الذي أنكرناه لكي يردنا ويصنع معنا رحمة ويقبلنا. فنحن مزمعون ألا نفطر عن عمل ذلك من عمل ذلك، غير أن طومس لاون المملوء من الكفر الذي أمضى عليه بنفاق مجمع خلقدون محابيا مع الملك الكافر مرقيان الذي أحدث التوقيع عليه إنكار ابن الله الوحيد. فهذا الطومس المملوء من الكفر قد حرمته أمام سكان السماء والأرض بهذه الرسالة التي خططتها بيدي هو ومجمع خلقدون. وبالتالي انظر يا أبتي المحبوب إلى الخطر الذي يتهددك
من قبل الله. فإذا كنت تعصو ظلما وتهملنا، تعصو يعني تفسد لنهلك، وتقابل الشر بالشر ولم تقابل الشر بالخير، نذير معترف للمسيح ولم تقبلنا لكي يخلص الشعب بواسطتك ويعتحل السلامة، فسأقيم عليك الحجة أمام كرسي المسيح وأمام جميع الملائكة، لأني أنا الخاطئ كتبت وحرمت بهذه الرسالة مجمع خلقدون وطوموس لون وكل من يفرق وحدة المسيح إلى طبيعتين، ولألتزمن السكوت مسلما حكمي إلى الإله المحب للبشر وإلى قداستك أيها الأب الرحيم. رسالة البابا بطرس بقى، معلش هي فيها استطراد في الموضوع بس فيها معنى جميل قوي. حلو قوي. من بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية إلى أكاكيوس: لماذا أيها الرجل تسحق روحي الذليلة؟ لماذا تقاضيني وإلى الآن تنظر إلي بصفة كافر؟ باعتباره أنه بيبص لأنه أرثوذكسي مش خلقدوني يعني. وقد كنت اجتهدت أن تعزلني وانتضيت أمامي سيف الملك، يعني سليت أمامي سيف الإيه؟ الملك لما حرضوا على عزله، فلم أخجل من أن أفوه بالحق. والآن تزعجني وتضع علي أحمالا ثقيلة، فإنك تشكوني أولا أمام الله وتضع علي خطرا لا أستطيع أن أقوى عليه بقولك إنك مزمع أن تقيم علي الحجة أمام كرسي المسيح. إذا كنت لا تقبل توبتنا وتقابل الشر بالشر ولم تقابلنا بالخير بدل الشر ولم تكترث بصالحنا وتتركنا لكي نموت في هذه الهرطقة، ده زي ما بيقول له يعني أكاكس، فاعلم أنه لا يمكنني أن أكون بدون اهتمام وأن أهملكم وألا أقبل الذين تابوا بسبب القضاء الذي أثقلني به، لأن الله يحب جميع الناس وإني لا أقابل الشر بالشر، لكن بالحري أجتهد أن أقابل الشر بالخير ليعطينا الله قوة على ذلك. واعرف أنك قد حرمت بحرمك طوموس لاون أباءك الذين وقعوا عليك، وينبغي أن تعلم أيضا أنك حرمت نفسك، لأنه حرم الآباء اللي هم أقاموه، فأنت كده حرمت إيه؟ حرمت نفسك وأصبحت غريبا من كل درجة كهنوتية، وصرت علمانيا، فلا يحزنك هذا الكلام، فإني لا أخشى البت أمرا، فلا أخاف ولا أكف من أن أقول الحق، فإنه لا أحد يقدر أن يسلبني حريتي التي هي المسيح نفسه ولو نزعت هامتي. أنت كده حرمت مجمع خلق دنيا، فحرمت أبائك اللي هم إيه، فأنت علماني دلوقتي. نكمل من أكاكيوس بقى، من أكاكيوس إلى الأنبا بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية: إني قلت مرة ولا أزال أقول
كما قلت لقداستك: يا أبتي، احذر الخطر الذي يتهددك بسبب المسكونة، فإن كنت لا تهتم وتدعنا ولم تقبل الذين تابوا بعد أن حرمت طومس لاون ومجمع خلقدون وحرمت نفسي أنا أيضا، ولكني مسرور فإني منذ الآن لأشفق على ذاتي حتى أربح المسيح. فالآن أيها الأب الأقدس، أنا والأساقفة الذين تابوا ربما نكون مطرودين ومتعرين من الكهنوت بالكلية، ولكن أين هي الينابيع التي تفيض من مراحم الإله؟ وكيف أن الكتاب ينطق قائلا الحق: كل أنت خطاياك أولا لكي ما تتبرر. فعسى أن توبتي لتعود على كل الدنيا بالمضرة والدمار بدل إصلاحها، فإن جملة من الكهنة إذا طردوا من المذبح لابد أنهم يحزنون ولم يقبلوا إلى التوبة، غير مريدين أن يتركوا الكنائس. وهكذا كثيرون من الشعب يشكون ويقلقون ولا يمكنهم أن يتحملوا ترك رعاتهم، فلذلك لا يكون محل لفعل السلامة، وتكون كنائس الله موضوع قهقهة الهراطقة الكافرين، وتكون الأواخر شر من الأوائل. فاقبل بالحري أيها الأب الأقدس دعاءنا، واجتهد بكل روحك أن تتضرع إلى ذلك الذي لم تنكره، لكي يمحو عنا نحن الكهنة توقيع يدنا الذي أنكرناه به. امنحنا إكليل الكهنوت الأرثوذكسي، وكن شبيها بموسى الرحيم، وأصرخ إلى الرب قائلا: إن غفرت لهم اغفر لهم، وإن لم تفعل ذلك فأمحني من كتابك الذي كتبت. فإن هارون الكاهن العظيم كان قد أخطأ أيضا مع الشعب، صنع له العجل الذهب وخالف مع كل الشعب، وبصلوات موسى الرحيم أحرز حالا المصالحة مع الله ولم يتغرب من الكهنوت، واستمر كاهنا لله إلى نهاية أيامه. فكن شبيها بموسى أيها الرجل الصالح، كما قلت، وأصرخ مثله إلى الرب عنا، وتعال إلينا وخذ بيدنا الملطخة وانشلنا من جحيم الكفر، وأقمنا على الصخرة الثابتة الحقيقية التي هي المسيح يسوع، كما قال بولس الرسول أن الصخرة هي المسيح الذي صار إنسانا لكي يخلص الجنس البشري. فصلي إذن إلى الله أيها الأب بدون فطور أن يقبل توبتنا ولا يهلكنا إلى النهاية. انظر الخطر الذي يتهددك بسبب المسكونة، ولا تتأخر عن قبول توبتنا لكي تصطلح الكنائس وتتحد. وإني الآن أحرم مجمع خلقدون وأتوب وأصرخ قائلا: أخطأت يا رب، أخطأت، اغفر لي فإني خاطئ. كانوا الاثنين بطرقة، شوفوا المصارحة والأسلوب الراقي الصريح الحاد في نفس الوقت في التعامل ازاي يعني فيما يخص الإيمان. رسالة بابا بطرس الخامسة بقى: من بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية إلى أكاكيوس، إني متضايق في كل حال، فإنك يا أخي وشريكي قد نصبت لي بسبب
توبتك العظيمة حبا إلى الموت في كل مكان، فإن لم أقبلكم ولم أشترك بآلامكم وأشاطر انزعاجكم وأساهم عملكم الملكي، أنتم الذين عقدتم مني على التوبة والخلاص، فسأجد ذاتي ساقطا في كفر هرطقة أتباع ولنتيوس الذين لا يقبلون توبة، وصامدا أمام الذين يرمون أن يتمسكوا بأطراف التوبة باب، يعني قافلا غالقا، يعني أمام الذين يرمون أن يتمسكوا بأطراف التوبة باب المحبة الله العظيمة من نحو البشر. فالآن أصغي إلى تدبير الرب وقدم توبة بالصوم مدة 40 يوما، ولا تقابل أحدا في هذه الأثناء بدعوى أنك مريض، فصوم وأصنع توبة باجتهاد عنك وعن الشعب بأسره، وأنا أيضا سأصوم وأصنع توبة من أجلك. عارفين أباء الاعتراف الروحانيين لما كانوا يدوا قانون توبة لأولادهم كانوا ينفذوه هم كمان، يعني وأنا أيضا سأصوم وأصنع توبة من أجلك، فلنقدم كلانا توبة بحال سرية من أجل جسم الكنيسة بأكمله، فلا نتناول الخبز بشهية عظيمة ولا ندهن بزيت ولا نشرب خمرا ولا بيرة جعة بيسموها جعة أيضا، ولنغذي جسدنا الأسيم بنبات الأرض، ولنتضرع إلى الله الذي يرحم الجميع بالدموع ليلا ونهارا لكي يلقي التفاته على توبتنا ويزكيك من إقرار مجمع خلقدون بالطبيعتين. وبعد مضي مدة 40 يوما من الصوم سيعلن الله لنا ويعلمنا ما يلزمنا أن نفعل، وسيرينا حنوه ومراحمه. في نهاية الصوم في علامة روحية هتظهر للبابا بطرس، لكن مش هيقولها لأكاكيوس غير لما أكاكيوس هيقول له هو شاف ايه. ودي كانت برهان او يعني تأكيد قبول الله التوبة. رسالة أكاكيوس الرابعة، من أكاكيوس إلى بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية. أشكر إلهنا أيها الأب الأقدس لأنك رضيت أن تشاطرني أتعابي أنا الخاطي الذي كنت على شفا الهلاك. أشكر الله الذي نجاني بصلواتك وأدخلني إلى نوره المقدس. الشكر لله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إن الصوم والقصاص اللذين أمرني بهما الله قمت بواجبهما عن طيبة قلب ومسرة، ومنحني الله قوة، وخصوصا إني علمت أن أبوتك اشتركت بأتعابي وجهدت معي بهذا العمل، فقد صمت 40 يوما كما أمرتني تائبا باكيا ومتضرعا إلى الله بحرارة أن يغفر لي أنا والشعب ويطهرنا من هرطقة مجمع خلقدون الدنيسة التي حرمتها. والآن أيها الأب الأقدس انظر إلى تواضعي بالكمال، وأرجوك مستغفرا أن تمنحني حرية تامة وأجر صلح الكنائس، وأرسل لنا أيها الأب الأقدس أناسا قدسين
من رهبان البرية ومن الأديرة ومن المدينة رجالا خائفين ومحبين للعمل، ليطلبوا من الملك ليقع صلح الكنائس ويرفض مجمع خلقدون. وأنا سأنطلق إلى السراي وأنصح الملك وأقنعه عوضا عنك أنك رافض مجمع خلقدون كما قلنا، ذلك لكي يتم تدبير صلح الكنائس. يعني قال له ابعت رهبان البرية وناس أتقياء للملك وأنا هتكلم معاه عشان يسعى للصلح. بيرد عليه البابا بطرس، من بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية إلى أكاكيوس رئيس أساقفة القسطنطينية، إني كما كتبت لإخوتك قد قضيت 40 يوما صائما واستغفرت عنك لكي يغفر لك الله ويقبل توبتك كعظيم رحمته وصلاحه، والآن قد أقنعتني خيرية الإله أن أقبلك وأمنحك الحل، سيما لأنك حرمت معي مجمع خلقدون وحفظت الإيمان الأرثوذكسي الذي استلمناه من 318 أسقفا، ولذلك قد أرسلت إلى الملك كما كتبت لي رهبانا محبين لله من البرية من الأديرة وأناسا ذوي تقوى ومحبين للعمل. فالآن أسرع أيها الحبيب وأقنع الملك لكي يتم تدبير صلح الكنائس في الإيمان الأرثوذكسي. وقد أرسلت لك يا أبت الحل كما سرت الله، فإن صلاح الإله ومحبتي من نحو البشر أعلن لي إنه تعالى غفر لك وقبلك وأظهر لي أنا الخاطي غير المستحق سرا عظيما وقت القداس، من اللازم ظهوره لك أيضا لكي إذا كمل تدبير صلح الكنائس في الإيمان الأرثوذكسي نمجد اسمه المقدس منذ الظهر وإلى ظهر الظهور. حصل بعد كده إن هو طلب أكاكيوس أن يبعث له شيوخ من البرية، فبعته مضى شيوخ البرية والمحبون للعمل للقسطنطينية، وكانوا مع أكاكيوس صاغوا منشور للاتحاد معروف باسم الهينوتيكون. أنا هسبق الأحداث وهقول المنشور، وده في حد ذاته يعني بدل ما كنت هقوله بعد كده. يعني أما راحوا قابلوا الملك وكتبوا منشور للاتحاد اللي هو الهينوتيكون، من الامبراطور القيصر زينون التقي الغالب الظافر العظيم جدا الأغسطس المحترم، إلى الإسكندريين والليبيين وأهل الخمس مدن الأساقفة والشعب، إننا نعلم أن رأس مملكتنا وقوتها وقدرتها وأسلحتها المنيعة هي من قبل الأمانة الأرثوذكسية المبرورة وحدها التي قررها الآباء القديسون 318 الذين اجتمعوا في مدينة نقيا بقوة الروح القدس، وأيدها 150 أبا الذين اجتمعوا في القسطنطينية. نحن نأمر ليلا ونهارا بكل صلاة وبكل اجتهاد ونموذ بالتمسك بهذه الأمانة بثبات،
بكل مكان من الكنيسة الجامعة الرسولية لكي ننمو في الإيمان الأرثوذكسي الرسولي، لأنها أم مملكتنا غير المضمحلة الدائمة، ولكي يكون الشعوب الأتقياء مصطلحين ومتحدين ويقدموا الابتهالات عن مملكتنا، فإنه إذا قبل عبادتنا وتمجيدنا سيدنا وإلهنا المسيح الذي أخذ جسدا من العذراء مريم القديسة وتمجد، بذلك نقهر القبائل السائرة ويمنح الله للبشر السلامة والخيرات والعافية والأثمار الصالحة وكل ما هو حميد. والآن قد قدم لنا محب الإله أرشي من درتيون وشيوخ البرية وناس أخر أتقياء، خلي بالكو كل العالم والملوك كانوا يعشقوا آباء البرية في مصر. فاكرين قسطنطين لما بعت للأنبا أنطونيوس؟ زينون برضو له حكاية يقدر آباء البرية، انتوا عارفين طبعا مش وقت نحكيها يعني. فبيقولوا أناس أخر أتقياء رجاء سائلين منا بدموع أن نجري صلح واتحاد الكنائس ونجمع الأعضاء الذي مزقها عدو الخير لتشترك ببعضها، ولهذا بدرنا لاستماع ذلك وإتمام هذا العمل الصالح. فإذا نعلمكم أن أي بحث كان أو تحديد إيمان آخر كان خارجا عن الأمانة التي قررها الآباء الثلاثمائة أو الثمانية عشر فإننا نرفضه، بل إن كان أحد يتخذ أمانة أخرى إيمان آخر يعني خارجا عن التي سبقنا وأخبرنا عنها فذاك نجعله غريبا عنا، لأن أمانة الآباء التلتمية وتمنتاشر كما قلنا آنفا نعرفها أنها غير معابة وأنها مستقيمة، تلك التي أيدها الآباء القديسون المائة والخمسون بالقسطنطينية واتبعها آباؤنا القديسون الذين اجتمعوا مع القديس كيرلس وعزلوا المنافق نسطور وقبلوا أيضا الاثني عشر فصلا التي للطوبان كيرلس، ونحن أيضا نحرم نسطور وأوطاخي الخيالي وكل من ظن بأمانة أخرى خارجا عن الأمانة التي سبقنا وأخبرنا عنها التي للآباء القديسين 318، ونعترف بأن الله الوحيد الجنس إلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي صار إنسانا بالحقيقة المساوي لله بحسب اللاهوت وهو مساو لنا أيضا بحسب الناسوت، الذي تنازل وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء القديسة، نعترف به أنه ابن واحد لا اثنان، والألام والعجائب نعرفها أنها لواحد أعني به ابن الله. وأما الذين يفرقونه أو الذين يجعلونه اثنين أو أيضا يظنون فيه خيالا أو امتزاجا فلا نقبلهم بالكلية، لأن المولود من العذراء لم يزد ابنا آخر، لأن الثالوث ثبت ثالوثا من بعد ما صار كلمة الله الواحد من الثالوث جسدا. واعلموا أيضا أيها الأحباء أننا لا نحن ولا الكنائس قاطبة ولا أساقفة الكنائس الأرثوذكسيين نقبل أمانة أخرى ولا تحديد آخر خارج عن أمانة الآباء القديسين 318، لأنها هي وحدها الأمانة التي يصطبغ بها، يعني نعمد بها، اللي يصطبغ نتعمد بها يعني. فلنتفق فلنتحد إذن مع بعضنا بعضا غير خائفين من أحد،
ولا صائرين ذوي قلبين، وكل من آمن وظن بنوع آخر إن كان الآن أو قبل هذه الأيام في المجمع الخلقدوني أو بأي اجتماع آخر خارجا عن الأمانة التي بدأنا بها وقلنا عنها التي للآباء 318، هذا نحرمه ونجعله غريبا عن الكنيسة الجامعة، وبالأخص نصور الذي اعترف بطبيعتين، والذين يرتؤون مثله اللي هم مين في خلق دنيا وأطاخ الخيال، فإننا نحرمهم. فالصلح إذن مع الأم الروحية هي الكنيسة الجامعة كأبناء أحباء، وهي تراعيكم مريدة أن تحتضنكم بعظم بركة لكي يسر الله بنا جميعا وتفرح بكم كافة الملائكة. دي لما راحوا الرجال البرية للإمبراطور قعدوا معاه وكتبوا مرسوم الاتحاد وما وهو ما يعرف بالهنوتيكون. طبعا هنتكلم عنه بشيء من التفصيل، بس هرجع للرسائل اللي هي ايه نستكمل بيها. في رسالة أكاكيوس الخمسة من أكاكيوس رئيس أساقفة القسطنطينية إلى قداسة الأنبا بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية وأبيها، إنه لما حضر إلى هذه المدينة المالكة الأساقفة القديسون والإكليروس وشيوخ البرية والمحبون للعمل، قضى الله أن كل شيء يتم بغاية العمل المحمود، لأن الملك التقي زينون خصص ذاته بمسرة قلب زائدة لنصيب الإيمان الأرثوذكسي، وأرسل نحوي مفتشا، ولكي لا أقول لك ما حصل لأنك تعرف كل شيء، من الرجال المحبين لله الذين حضروا إلى تلك المدينة، إنه أمر بمرسوم الاتحاد بالهنيتيكون الذي حرم فيه توموس لون ومجمع خلقدون، وكلها ارتقت المرسوم المؤيد بالإيمان الأرثوذكسي الذي سلمه إلينا الرسل. فهوذا مرسوم الاتحاد قد استلمه المحتشم برجام من يد الملك ومن يدي ومن أيدي الذين توجهوا إليك والذين أرسلتهم إلينا، استلموا واختبروا ووقع عليه وأبسط نور الأرثوذكسية الحقيقي ومصباح الإيمان القويم الذي كاد ينطفئ، خذه وأنر به جميع البشر وحلنا من قيود الكفر، واستلم كرسيك من الله ومن عروسك الروحية المحبوبة كنيسة الإسكندرية، وافرح أيها المعترف بالمسيح، لأن القاضي العدل وضع على هامتك إكليل الأرثوذكسية، لأنك قبلتنا تائبين وأنقذتنا من ضلال مجمع خلقدون، وكل الشعب اختبر رحمة الله. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الدهور جميعها أمين. رد البابا بطرس برسالته السبعة. البابا بطرس بقى بيقول له من بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية إلى أكاكيوس رئيس أساقفة القسطنطينية، إني قابلت بالرب الذين وافوا من المدينة المالكة وهم الأساقفة المحبون لله شركائي والإكليروس وشيوخ البرية، ومجدت محبة الله للبشر الذي أقنع بواسطتك الملك العادل
حتى أصدر مرسوم الاتحاد الذي استلمته من المحتشم برجام، ولما قرأته علمت بأية قوة حرم توماس لاون ومجمع خلقدون أيضا، وكلها ارتقى ووجدته يوافق الإيمان الأرثوذكسي الذي للأباء 318 الذين اجتمعوا في نقيا، والمائة وخمسين الذين اجتمعوا في القسطنطينية، والمجمع الذي صار في أفسس مع القديس كيرلس. ولذلك أنا أيضا بعد أن شكرت الله وقعت عليه، أي على مرسوم الاتحاد، حارما توماس لاون ومجمع خلقدون وكلها ارتقى، فأشكر الله المحب البشر وأمجد اسمه المقدس لأنه رد الضالين وجمع قطيعه المتبدد وصالح كنائسه المقدسة في الإيمان الأرثوذكسي الرسولي، فليكن اسمه مباركا في جميع الأجيال آمين. قد استلمت برأفته كرسي الذي لمري مرقس الإنجيلي، وجلست عليه مع عروس الطاهرة الروحية الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية في اليوم الثامن عشر من شهر بشنس الذي هو اليوم السادس من الأسبوع. أكاكيوس، الرسالة السادسة من أكاكيوس رئيس أساقفة القسطنطينية إلى الأب الأقدس المعترف بالإيمان الأرثوذكسي بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية. إني لا أكف من أن أوليك العجب أيها الأب الأقدس، وبالأخص إني أمجد الله الذي منحنا هكذا هذه النعمة العظيمة أن نعرف بإعلان لي أن نعرف بإعلان لي إرادته، يعني نعرف إرادة الله بإعلان إيه لي، لأنه بالحقيقة قد اقتنعت أنك كلما تصعد الذبيحة المقدسة المحيية ترى مجد الرب بإعلان وتنظر عظمته، وأنا قد رأيت كما كتبت لي سابقا، رأيت أيها الأب الأقدس أسرارا عظيمة يوم الأحد بعدما أرسلت لك مرسوم الاتحاد لتصطلح الكنائس، لأني كنت أتضرع إلى الله بدون فطور أن يغفر كل ما فعلت، فإن نعمته أقنعتني كما قلت أني بينما كنت واقفا أصعد الذبيحة المقدسة في يوم الرب في الساعة الثالثة من النهار، يعني الساعة 9 الصبح في شهر بؤونا في اليوم الخامس عشر منه، وحينما كنا نرتل لله ترنيمة الثلاثة التقديسات، ضاء حولي نور عظيم لا ينطق به ولم أره قط، واكتنفني أنا وكل المذبح، وقد رأيت ربنا يسوع المسيح كطفل مشتمل بلباس أبيض من الصوف، ورأيت رسم المسامير عليه، وكان متكئا على الصينية والكاس الموضوعين على المذبح كما على سرير، وبغتة انتزع مني الخوف والجزع وامتلأت من الفرح، وكنت أظن أني لست على الأرض بالكلية، وقد سمعت يقول هكذا: الله يعلم ذلك، تقوي كهنتي، تقوي شعبي جميعا، فقد نزعت عنكم عار توقيع الكفر الذي وقعتموه على توماس الدنس الذي للون الملعون ومجمع خلق دنيا، وبعد ذلك لم أره أبداً.
ولم أسمع صوته ولم أرى هذا النور السعيد. فلذلك إني أشكر إلهنا الصانع العجائب العظيمة، وقد قصصت على أبوتك هذه الأمور لكي تصلي عني أنا الحقير بدون فطور إلى الله الذي يحبك، الذي رأيته، الذي لم تنكره، الذي اعترفت به أمام الملوك والرؤساء، والذي رأيته أنا أيضا رغما عن عدم استحقاقي. وإني أشكره بدون انقطاع لأن له المجد والملك الدائم، الآب والابن والروح القدس، الآن وكل إلى كل الأجيال، آمين. البابا بطرس استنى لما هو قال له الأول، هو قال له أنا شفت وانت هتشوف. فهنا بقى البابا بطرس بيرد عليه بيقول له: من بطرس رئيس أساقفة الإسكندرية إلى أكاكيوس شريكي في الإيمان. هو إذا قد استحققت أيها الأب الأقدس أن ترى الرب وتسمع أقوال الله المتجسد، فهو إذا أن الرب قبل توبتك ومنح الحرية الكاملة لك ولجميع الشعب أيضا، هذا السر الذي رأيته أنا أيضا منذ البدء كما أعلنه لك الله، والآن أيضا في هذا الشهر الذي أرسلت لي فيه الأمر في يوم الأحد في الساعة الثالثة من النهار بينما كنت في كنيستي الخصوصية أصنع شركة الذبيحة المقدسة وأرتل لله ترنيمة الثلاثة التقديسات التي للقوات السمائيين، ظهر لي بمجده متكئا على الصينية والكاس كما رأيته أنت، وسمعت ما سمعت ولم أرى وأسمع شيئا أكثر مما رأيت وسمعت كما يعلم الله الذي لا شريك له وحده. احفظ ذلك إذن بثبات الإيمان الأرثوذكسي من سيدنا يسوع المسيح الذي ظهر لنا، الذي تجسد بدون تحويل وبلا اختلاط ولا افتراق، وولد بلا تكييف ولا إدراك من أم الله القديسة مريم، وتألم وصلب عنا وقام، وقام من الأموات في اليوم الثالث، وقضى 40 يوما يظهر لتلاميذه في أغلب الأحيان آكلا وشاربا معهم، وهكذا صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وفي آخر الزمان يأتي من السماوات بمجد رهيب بظهوره الثاني لكي يدين الأحياء والأموات. فعسانا نجد رحمة ودلة ونستحق أن نسمع منه: تعالوا يا مبارك أبي رسل ملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، فليكن لنا جميعا أن نستحق ذلك بنعمة رأفة محب البشر التي لسيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي من قبله يجب له مع الآب والروح القدس المحي المساوي معه كل مجد وكل كرامة وكل سجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين، آمين. هذا ما جرى مع البابا بطرس بطرك الإسكندرية والأب أكاكيوس، وقد اقتفى أسر خطوات هذا الأخير من بطارقة القسطنطينية وأشهروا اتحادهم. يعني أكاكيوس بقى اتحد وفي بعده مع بطارقة الإسكندرية كذا واحد الحقيقة، واحد سنة 491 و511 وأنتيموس 535
وسرجيوس 608 وبيروس 639 وبولس 643 وبطرس 652 وتوما 656 وسؤدروس سنة 666 ويوحنا سنة 712. طبعا لما أحس أساقفة مصر بأن بطريركهم عقد اتحادا مع أكاكيوس الذي كانوا يعلمون أنه أحد أعضاء مجمع خلقدون ونصير المؤيدين للقول بالطبعتين والمقرين على طوموس لاون، انفصلوا من شركته، فأنهم ظنوا أن بطريركهم وقع باتحاده مع أكاكيوس على دستور مجمع خلقدون وطوموس لاون واعترف بالطبعتين في المسيح، وكان منهم الأب يعقوب أسقف صاو مينا أسقف مينا الطامة. فتدارك البطريرك هذا الأمر ودعا أساقفة الجهات إلى مجمع في الإسكندرية وعرض عليهم صورة المحررات وصورة مرسوم الاتحاد فاقتنعوا، غير أن شرزمة منهم أبت إلا توقيع الحرم والحكم ضد أكاكيوس، فرفض البطريرك طلبهم فانفصلوا من شركته وقطعوا العلاقة معه واستقلوا بأنفسهم وعرفوا بالذين لا رأس لهم. مجموعة صغيرة رفضوا، مش عايزين يغفروا لل وبعدين في حاجة تانية هنقولها، لكن يعني حكاية الرسائل ديت اتذكرت عندنا، ما جاتش في مراجع أخرى. الحقيقة فيش غير إيفلين هوايت، ده مؤرخ واحد عالم أثار اهتم بالأديورة وبأثارها، ولو مرجع موجود في مكتبة الدير عندنا اللي هي أديورة وادي النطرون لإيفلين هوايت، حتى حطت فيها صورة لشجرة الطاعة قبل ما تتقطع، لأن كان من أوائل القرن العشرين يعني. ففي تفاصيل أخرى طبعا إحنا ما بنجيبهاش، مش عايز أستطرد في الحاجات التاريخية، بركز في الفكر نفسه. فبيقول من المحتمل جدا أن تكون مناسبة لقائه، بيتكلم على أحد الرهبان الوفد اللي كانوا رايحين، كان اسمه يوحنا الراهب من الإسقيط. يقول لقائه بالإمبراطور هي التفاوض الذي سبق منشور الهينوتيكون، ذلك أن زينون لم يستهل فقط المنشور بالإشارة إلى الالتماس المقدم من أباء نساك وأشخاص آخرين موقرين. يعني الإمبراطور نفسه في الهينوتيكون أشار للنساك دول اللي راحوا قبلوه، اللي هم عرفناهم من الرسائل، إن قال له ابعت ابعت ناس اتقياء. فالهينوتيكون نفسه في الكلام ده، قال ان في نساك جم وطال التمسوا منه وحدة الكنيسة. لكن إيفلين هوايت بيقول لكن المراسلات المتصلة بين بطرس منغوس واكاكيوس تظهر تأثير الرهبان على الامبراطور وحمله على تغيير رأيه، وهكذا ينصح أكاكيوس في رسالته الرابعة بطرس منغوس أن يرسل إلى القسطنطينية رجالا قدسين ورهبانا من الصحراء والأديرة والمدن ليقنعوا زينون بأن رزل مجمع خلقدون سيعيد الوحدة، ويعد بطرس في رسالته السادسة بإرسال مثل هؤلاء الرهبان. وهنا تضاف ملحوظة إلى المستند الأخير من نشر هذه المراسلات فتقول، ولكن
بعد أن أتى شيوخ البرية إلى القسطنطينية إلى الإمبراطور، صدر هذا الهينوتيكون. وفي مهمة مثل هذه كان الأسقيط ممثلا فيها بالتأكيد، ومن المحتمل بدرجة كبيرة أن يكون يوحنا ذاك الكراب الأسقيطي قد ذهب ليمثل وجهات نظر الصحراء في القسطنطينية. ده غير أن قبل كده بأيام باسيليسكوس نفسه، لما هم كانوا في رهبان برضو رايحين، وكان زينون في المرة الأولى ساب، فلقوا باسيليسكوس فقابل الرهبان واتبهروا بيهم. فده يبريكوا عظمة الرهبنة القبطية سواء في القداسة أو في العلم، إزاي عندهم وعي لاهوتي كانوا يصيغوا مثل هذه الأمور. في بقى زكريا الفصيح يقول إيه؟ برضو زكريا الفصيح ذكر، بس ما جابش سيرة الرسائل، لكن الوفد اللي راح دوت ذكره، قال لكن كان هناك في مدينة القسطنطينية في ذلك الوقت بعض الرهبان المختارين الذين كانوا يدافعون عن بطرس، وقد أظهروا للإمبراطور بواسطة مستندات مكتوبة بخصوصهم شعور الحزن الذي انتشر في الإسكندرية من وقت إلى وقت وفي مصر وفي المقاطعات المجاورة بسبب المجمع. يعني طبعا مآسي حصلت في مصر، أما يقول المجمع يقصده بيه مجمع خلق دنيا يعني. وقبل الإمبراطور طلبهم وأصدر أمرا بعزل يوحنا من كرسيه، اللي هو يوحنا طلايا، اللي هو اللي خد بمؤامرة كده وبرشوة، بسبب أنه كاذب، وأمر بعودة بطرس إلى الكنيسة شريطة موافقته على مرسوم الوحدة، أنه المرسوم ده يوقع عليه البطرس يعني، الذي كتبه زينون وأرسله هناك وإلى مصر والخمس مدن، وقبوله إقامة سر الشركة مع كل الأساقفة الآخرين الذين سيوافقون على مرسوم الوحدة. وفضلا على ذلك مع أولئك الذين في الإسكندرية المدعوين البروتوري، اللي هو تبع بروتوريوس يعني، لأن كثير منهم سيعترفون وسيؤمنون بتعليم مرسوم الوحدة والذي تمت صياغته بمشورة أكاكيوس الأسقف. وأرسل إلى الإسكندرية برجاميوس الوالي، وعند وصول المدينة أدار الأمر بحكمة، لأنه اكتشف أن يوحنا قد هرب، فبحث عن البابا بطرس واستعلم منه عن أمر الإمبراطور وأراه مرسوم الوحدة. وبعد أن تدارس بطرس محتوى المستند وجد أن النصوص قد تمت صياغتها بأمانة وبكل استقامة، ولكن تردد بعض الشيء لأنه لا يوجد فيه أي حرمان واضح وصريح لمجمع خلق دنيا وطوموس لاون. الحرمان فيه لمجمع خلق دنيا ما كانش بصورة صريحة، هو حرم كل من لا يتفق مع هذا الإيمان سواء في خلق دنيا أو في غيره، لكن ما فيش حرمان صريح لمجمع خلق دنيا وتوماس لاون. وبالتالي خاف أن يكون هذا الأمر يكون حجر عثرة للشعب، ومع ذلك قرر قبوله بقدر ما أعلن تحديد الإيمان الذي وضعه 318 و150، واتفق أيضا مع البنود الاثناشر اللي كانت أهملت في خلق دنيا حطت وحرم نصور وأطاخي، واعترف أن جسد المسيح الذي أخذه من العذراء كان من نفس طبيعتنا.
وبالتالي وقع عليه ووعد أيضا إن تاب الآخرون وقبلوا كل نصوص مرسوم الوحدة وأدلوا بتصريح أمام الشعب لهذا الحدث، فإنه بكل حرية يستقبلهم في الشركة معه من كل الدرجات والرتب. اجتمع البابا بطرس وشرح هذا الأمر، ويقولوا ألقى خطابا ثانيا للشعب لهذه المناسبة، إنها واجب كل واحد منا رجالا ونساء وأطفالا أن نقدم بفم مفتوح الشكر والصلاة والتضرعات لربنا وإلهنا لأجل الحكم الأمين للإمبراطور زينون صاحب الأخلاق المستقيمة، ونستحس إن الكل يصلي، لأنه عندما قدم أباؤنا والرهبان الموقرون التماسا له دفاعا عن الإيمان الحقيقي وأخبروه عن الأحداث وعن الآلام والمشقات التي حلت بشعبنا بكى الإمبراطور لما عارف اللي حصل في مصر. برضو تعرفوا زي في كل جيل أحيانا مش كل حاجة بتوصل للمسؤولين، فبحسب ما بيوصل لهم بياخدوا قرارات بنية صافية، لكن أحيانا بعض الناس يضللوا لا يعلنوا أو يذكروا الحقيقة كاملة، بل بالعكس ممكن يزوروا الحقائق. فلما الوفد دوت حكى عن الآلام والمشقات التي حلت بشعبنا بكى ونظر إلى السماء عليا مناديا الله لكي يساعده وليضع الالتماس في قلبه ليأمر بما هو مطابق للمشيئة الإلهية والذي يوصل إلى رفاهية ووحدة الشعب، باذلا نفسه لإبطال الأخطاء التي تشكل حجر عثرة لكل الكنائس، وليهدم كل الأفكار الجديدة الطائشة والإضافات التي تمت في مجمع خلق دنيا. هنا الكلام للبابا بطرس للشعب يعني. والآن يا أولادي الأحباء، نحن لنا ضوء الإيمان الحقيقي الذي لآبائنا القديسين في هذا الإعلان المكتوب الذي لإيمانه والذي سوف يقرأ الآن بصوت عال في حضوركم وعلى مسمع من أذانكم، لأنه بالاعتراف هنا بالإيمان الحقيقي وقبول الحرمات الاثني عشر التي للمطوب كيرلس وحرمان نسطور وأوطاخي، وإعلان أن الله المتجسد هو طبيعة واحدة وهو نفسه الذي احتمل الآلام والذي صنع المعجزات بكل هذه الأمور، يرفض كافة تعليم أصحاب الطبعتين لأن عقائدهم وتعليم توماس لاون لا هي متناقضة لهذا الإعلان، وناضل ضدهم بإخلاص أباؤنا القديسون أمثال ديوسكوروس وتيموساوس وشهداء المسيح الحقيقيون، ولكن صلوا لأجله أن يحفظه الرب في النصيب الحقيقي لمحبته وإيمانه، لأننا نثق أنه بنعمة يسوع الإلهنا عندما تسمع صلواتكم وتسبيحكم فإننا لن نفشل في الحصول على أي من تلك الالتماسات الأخرى التي نطلبها منه، وبحق إنه سوف يقبل تضرعاتكم بكل حرية ويمنحكم مطالبكم. هنا طبعا هو عرض للشعب المرسوم اللي احنا قريناه من شوية، فمش هقراه تاني طبعا أو مش هقوله لكم تاني، وبصراحة أنا تعبت فهنقف لغاية هذا الحد.